مستمرين معكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب والأجنحة العربية، وده يمكن بيسعدنا جدا أن تكون الثقافة هي المقرب، ويمكن هتكون أكثر من حاجات كتير هي العامل المشترك بين الدول العربية وبعض. إحنا الآن من داخل جناح هام جدا وهو لدولة ليبيا الشقيقة، ونتعرف عن الجناح. رحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أنا الدكتور فوزي الحداد، مدير عام المكتبات والنشر بجامعة طبرق في ليبيا، وحاليا بنمثل الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا بحضرتك. ده التمثيل الأول لحضرتك؟ لا، هو هذا التمثيل الثاني بالنسبة للجامعة، شاركنا العام الماضي والآن هناك مشاركة ثانية بمنشورات للجامعة، منشورات جديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. نعم، يسعدنا وجودكم جدا بالرغم من الظروف السياسية اللي بتمر بها ليبيا الغالية. تأثير هذه الظروف على المثقفين والثقافة في ليبيا، وده يعني أنا مش عايز أطلع من مود الكتاب وهذا العرس الثقافي اللي احنا فيه، لكن ما أقدرش أتخطى أزمة دولة شقيقة زي ليبيا وجود حضرتك معانا. بكل تأكيد، هو دائما الظرف السياسي يلقي بظلاله على كل شيء في البلد، وأهم ما يمكن أن يتأثر هو حال الثقافة وحال المثقفين وحال المؤسسات الثقافية، لأن دعم هذه المؤسسات مرتبط في الأساس باستقرار الدولة السياسي، لأن أنت تعلمين ويعلم أكيد المشاهد الكريم أن الثقافة دائما تأتي في مرحلة يعني متأخرة نوعا ما أمام اهتمامات الدول التي قد تشهد بعض القلق السياسي كما يحدث حاليا في بلادنا. ولكن الحمد لله هناك في الفترة الأخيرة مؤسسات ثقافية تستطيع يعني أن تذهب باتجاه تقديم الوجه الحضاري أو المشرق لليبيا، بعيدا عن ذلك الوجه الذي يظهر في وكالات الأنباء ونشرات الأخبار من خلال هذا التصارع السياسي والأزمة السياسية اللي مستفحلة في ليبيا. ولكن ليبيا على الشاشات غير ليبيا الموجودة على الأرض بشكل حقيقي، هذا واضح. عين مثقف. نعم، هذا واضح، وهذا ما أريد أن أتطرق إليه، أن ليبيا على الأرض تختلف بكل تأكيد عنها في تناول وسائل الإعلام المختلفة، لأن هذه الوسائل كل وسيلة تحاول أن تبرز جانبا ما قد يناسب أجندة هذه القناة أو هذه الوكالة، ولكن على الأرض الأمر مختلف تماما. هناك اهتمام بالمسائل أو بالشأن الثقافي في ليبيا عموما، هناك اهتمام أيضا، وكلهم مؤسسات خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أيضا، بالهوية الوطنية الليبية ومحاولة نشرها عبر المحافل الدولية، وهذا المعرض هو مناسبة طيبة لذلك. ونحن لسنا الوحيدين. شاركتم في أجواء صعبة العام الماضي وهذا العام، يعني أنا سعيدة بالإصرار على المشاركة. صحيح، يعني هناك صعوبات. ماذا يمثل لكم مشاركة في معرض الدولي للكتاب؟ بالنسبة لنا كمؤسسة علمية للتعليم العالي تمثل لنا الكثير. أولا نعرض آخر الإصدارات اللي موجودة عن الجامعة، ومعظمها المؤتمرات العلمية والبحثية التي أقيمت في الجامعة. تسويق هذه المؤتمرات التي كتبها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وأيضا هنا من جامعات أخرى في ليبيا مهم جدا، خصوصا أن هذا المحفل معرض قاهرة الدولي للكتاب يحوي أيضا فيما يحويه مؤسسات علمية مناظرة. ممكن يكون في تقارب أو تشارك في أعمال فيما بعد؟ هذا صحيح، يعني هذا هو أهم ما يدعونا للوجود هنا في المعرض، محاولة إنشاء علاقات طيبة وتقارب وبروتوكول التعاون مع مؤسسات سواء في مصر أو في العالم العربي، هي أيضا حاضرة لهذا المعرض، وهذا طبعا يحدث كثيرا من خلال هذا الوجود. شرفت مصر ونورتونا. مصر بنور دائما بأهلها الطيبين والحلوين. شكرا. نلتقي بك العام القادم بإذن الله إن شاء الله. شكرك. رشح لنا كتاب. نحن عندنا مجموعة كتب يعني كثيرة، بشكل شخصي عندنا بعض الكتب الجديدة اللي أصدرناها لهذا العام، بس في تصوري أن هذا الكتاب يعد أحد الكتب المميزة التي نشرناها حاليا. الاجتماع الصناعي. نعم، لأن جديد، مصطلح جديد بالنسبة لي. نعم، الكاتب الدكتور محمد شعيب أستاذ في جامعة طبرق اهتم بهذه الناحية، مش في علم الاجتماع فقط. محاضرات في علم الاجتماع الصناعي هذه. لأن علم الاجتماع فيه أكثر من رؤية، وهذه الزاوية جميلة يعني من خلال هذا التناول. شرفتي. تسلمي، شكرا لكم.